الفيديو ده حابة اتكلم فيه يعني عن فكرة النجاح، وعن ان اي شخص ازاي يوصل لفكرة ان هو يحقق احلامه او يحقق الحاجة اللي هي بيتمناها او الاحلام اللي بيتمنى دايما يوصل لها. في بعض الحاجات كده اللي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها او الحاجات اللي احنا بنعملها سواء بدون قصد، يعني اكيد طبعا بدون قصد، لان مفيش حد في الدنيا مش نفسه يوصل لاحلامه او نفسه يوصل للطموحات بتاعته. ففي بعض العوامل كده انا هتكلم فيها دلوقتي، نحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عنها تماما، لان الاخطاء ديت دايما بتبعدنا مسافات كبيرة جدا جدا عن فكرة النجاح. اول حاجه طبعا التسويف، ان احنا نفضل نأجل نأجل نأجل، نبقى عايزين نعمل الحاجه دلوقتي وتبقى الموضوع ممكن يكون سهل ما يكونش صعب، او حتى زي ما قلت قبل كده نبدأ ان احنا بحاجات بسيطه ونبدأ نأجل، نحس نكبر الموضوع ونحس ان هو موضوع كبير، ونفضل نقول لنفسنا لا احنا مش قادرين نعمل دلوقتي، لا اخليها بعدين، لا اخليها بعدين، وطبعا يوم يجر يوم، وفي الاخر ما بنبدأش في اي حاجه وبنفضل نأجل نأجل نأجل. تاني حاجة طبعا فكرة الكسل، ان احنا نبقى كسلانين، وان احنا نبقى يعني نقول لا، نبقى يعني حالة الانتخا دي طبعا بتبقى موجودة عند الكل. واكيد طبعا يعني شيء طبيعي، يعني انا بقولش ان احنا يعني ما بيمرش علينا اوقات ان احنا بنكون تعبانين فعلا، وبنكون فعلا يعني الطاقة بتاعتنا تكون بتقل، خصوصا لو في ضغوط بقى كتير في حياتنا، خصوصا لو في مثلا يعني احنا ملزمين بحاجات كتير قوي في حياتنا، فده اكيد بيجي لنا وقت بنتعب فيه. دي حاجة تانية انا اتكلمت فيها في فيديو قبل كده، ان احنا لازم ناخد بريك كده نريح فيه، ناخد استراحة، وبعد كده نرجع كأننا بنشحن طاقة كده علشان ما نضغطش نفسنا قوي قوي، فدوت هيخلينا ما نكملش في الطريق بتاعنا. فمهم قوي ان احنا نفرق ما بين الكسل وما بين الانتخ، قصدي ما بين الكسل وما بين التعب، ان احنا تعبانين، فنبقى فاهمين كويس ان ده كسل ولا انتخ. اكيد طبعا بنبقى كلنا عارفين لو تعب اكيد لازم ناخد بريك، لو كسل نحاول قدر الامكان ان احنا ننهي فكرة الكسل دي. وانا كنت عملت برضو فيديوهات قبل كده عن ازاي ان احنا نتخلص من الكسل، وازاي نشحن الطاقة بتاعتنا، وازاي تكون الطاقة بتاعتنا اعلى. فاللي ما شافش الفيديو اكيد يتفرج عليه، لان هو اكيد هيستفيد منه، لان انا كنت قايلة فيه حاجات يعني هتساعدكم جدا ان انتوا تشحنوا طاقة، وان فكرة فقدان الشغف دي نتخلص منها. وكنت برضو عملت يعني في مواضيع تانية كتير اللي ما شافش، يعني في نفس فكرة التسويف في نفس فكرة الكسل، اكيد طبعا هتساعدكم في حياتكم. المهم احنا قلنا اول حاجة التسويف، احنا قلنا تاني وتاني حاجة الكسل، بعد كده فكرة التردد، ان الانسان يبقى عايز يبدأ في الحاجة دلوقتي، لا انا بلاش بلاش دلوقتي، لا الموضوع اكيد يعني مش هينجح، لا مش عارف ايه، ويفضل بقى ايه يسيب نفسه للسيناريوهات اللي دايما بيعملها العقل الباطن. وقبل كده اتكلمت عن فكرة العقل الباطن، ان هو اكيد بيخدعنا في حاجات كتير قوي في حياتنا، وبيصدر لنا دايما الطاقة السلبية اللي بتمنعنا ان احنا نحقق اي حاجة من اهدافنا. فنخلي بالنا قوي من النقطة دي، بلاش نفضل مترددين طول الوقت، لان احنا كده هنفضل محلك سر، مش هنبدأ في حاجة في حياتنا طول ما احنا بنفضل نسيب نفسنا لفكرة العقل الباطن هو يتحرك بينا وهو اللي يتحكم فينا. لا نستخدم بقى في الحالة ديت لما بنلاقي نفسنا مترددين قوي كده، نستخدم فكرة كنت عاملة فيديو عن فكرة اللي هو ال5 ثواني، اللي هي ان احنا كنت يعني اللي هي الموضوع ال5 ثواني، ان احنا نستنى 5 ثواني وبعد كده نبدأ على طول بدون اي ما نفكر في اي حاجة، يعني بدون ما نفكر بقى في الافكار اللي بتجيلنا، على طول كده ناخد نفسنا كده واي فكرة سلبية نروح جاي واخدينها كده على جنب، كأننا بناخد على العقل الباطن بنقوله لا خليك على جنب دلوقتي، احنا مش هنسمع لك. فنقوم نبتدي بقى في الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، مرة مع مرة هنلاقي نفسنا الموضوع بقى سهل بالنسبة لنا، ويعني الفكرة هتبقى اسهل بكتير. انما بقى لو احنا سيبنا نفسنا لفكرة ان احنا نفضل يعني نبقى مترددين ونسيب نفسنا الافكار السلبية والكلام ده، احنا كده مش هنروح ولا هنيجي، وهنفضل محلك سر. اكيد اكيد ده طبعا في حياتنا وفي ان احنا نوصل لاهدافنا، فكرة التردد دي من اكتر الحاجات اللي بتمنعنا دايما ان احنا يعني نتقدم في اي حاجة في حياتنا. كمان فكرة الخوف من الفشل،
في ناس كتير بتبقى خايفة ان هي تفشل، في ناس كتير بتبقى مفكرة ان هي لو فشلت خلاص كده الدنيا انتهت وان العملية خلاص عمرها ما هتنجح في حياتها. انا قلت يا جماعة قبل كده ان كذا مرة ان الخوف من الفشل ديت، مفيش انسان في الدنيا مهما كان، حتى الناس الناجحين جدا جدا في حياتهم، حتى اي حد مهما كان مر بمحطات فشل كتير جدا في حياته، دي حاجة اساسية على فكرة. ما فيش شخص في الدنيا صحي من النوم كده لقى نفسه ناجح في يوم وليلة. لازم بيمر بمحطات فشل، ومحطات الفشل دي دايما بتكون بوابة للنجاح. دايما بقول كده، الإنسان اللي ما فشلش عمره ما هيتعلم. ليه؟ لأن احنا بنبقى عارفين إن الطريق ده فشلنا فيه فمش هنقدر نكمل فيه. الطريق بقى اللي هيوصلنا للنجاح هو فكرة إن احنا نبقى عارفين طريق الفشل، إن الطريق دوت خلاص يعني ما ينفعش إن احنا نمشي فيه، لا نتوجه بقى لطريق تاني، نعرف الأخطاء بتاعتنا. زي ما بقول دايما، نعرف نتعلم من أخطائنا، دي أهم نقطة في إن احنا ننجح في حياتنا أو نوصل لأهدافنا، إن احنا نتعلم من أخطائنا، وإن احنا زي ما قلت نبعد عن التردد، نبعد عن التسويف، نبعد عن إن احنا طبعا ان احنا كمان ما نكونش مؤمنين بنفسنا او باحلامنا، دي حتة عدم الاستحقاق دي برضو عايزة لها فيديو لوحده، فدي لازم نبقى مؤمنين بربنا ويبقى عندنا يقين ان احنا باذن الله هنحقق اهدافنا، ونبقى عندنا ايمان بنفسنا كمان ان احنا بنبقى عارفين ان احنا طالما بنعمل اللي علينا وبنجتهد وبنسعى ان احنا باذن الله هنوصل لاهدافنا. طبعا هو الفيديو انا مش هطول فيه دلوقتي لان انا حبيت بس اتكلم يعني نبذة كده على السريع عن بعض العوامل اللي ممكن تمنعنا ان احنا نحقق اهدافنا. باذن الله هتكلم ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله عن بقية برضو الحاجات اللي ممكن تمنعنا عن النجاح، وايه هي العوامل اللي ممكن جدا تساعدنا جدا في اننا نوصل للنجاح. ولو حابين تقترحوا عليا برضو بعض الحاجات، انا دايما برد على الاسئله بتاعتكم. لو حابين يعني تسالوا في اي موضوع برضو اقترحوا عليا في الكومنتات وانا باذن الله هرد عليكم. ميرسي جدا جدا ليكم، نورتوني وبحبكم جدا. باي باي.